السلام عليكم، معاكم محمود من قناة روا لايف. النهاردة معانا مدينة استثنائية في منطقة جنوبية في روسيا. المدينة دي على البحر ومشهورة جدا، وتعتبر استراحة رئيسية لرئيس روسيا الاتحادية. مدينتنا النهاردة تم تأسيسها سنة 1838، والمير بتاعها أو الحاكم اسمه أليكسي كوباي جورودسكي، ومساحتها مش كبيرة قوي، 176 كيلومتر مربع. أما التعداد السكاني فوصل دلوقتي لحوالي 430 ألف نسمة. مدينتنا النهاردة من المدن اللي كانت مشاركة في كأس العالم سنة 2018 اللي تم استضافتها في روسيا، استضافت ماتشين مهمين زي أسبانيا والبرتغال وألمانيا والسويد، وطبعا في ماتشات تانية ممكن تكون أقل أهمية من الماتشات دي. على سبيل المثال للحصر، مباراة بلجيكا وبنما ومباراة أستراليا وبيرو. مدينة النهاردة ليها ساحل جميل زي ما احنا شايفين، بيزورها ناس من أنحاء العالم، بس مش من أنحاء العالم قوي، هم معظمهم من دول الاتحاد السوفيتي السابق والأماكن المحيطة بالمدينة. لكن للعلم والإحاطة، فإن المصايف أو التصييف في مدن زي دي بيبقى أغلى أحيانا بالنسبة للمواطنين بتوع الاتحاد السوفيتي السابق عن إنهم يروحوا بلد تانية زي القبرص أو تركيا أو اليونان أو مصر وإسرائيل. مدينة النهاردة إكمنها واقعة في المنطقة الجنوبية، فطبعا جوها بيكون ألطف وأظرف من الجو في موسكو وسان بيترسبورغ والمدن المعروفة. درجة الحرارة بتوصل في الصيف أحيانا ل 35 درجة مئوية، وفي الشتاء بتوصل لناقص 5 ناقص 4 هي وظروفها، لكن الصيف بيجي فيها بدري شوية عن بقية مدن روسيا المختلفة. المنطقة الجنوبية متميزة بالمصايف بتاعتها اللي بتقع على البحر الأسود. الشواطئ بتاعت المدينة دي تعتبر شواطئ فاخرة للناس الفاخرة، واللي بيسموهم أليجارخ أو الصفوة من أهل روسيا، ودول طبعا ليهم قصور وفلل وشواطئ خاصة جدا، في ناس منهم تقيلة على الآخر. وعلشان السبب ده، وعلشان زي ما أسلفت وقلت إنها مصيف خاص لرئيس روسيا الاتحادية، فعشان كده أمنيا متأمنة كويس جدا، عناصر الأمن موجودة في كل حتة بيراقبوا كل حاجة، والمنطقة تعتبر آمنة تماما. الشتاء في المدينة دي أحيانا بيكون قاسي جدا، وأحيانا بيكون دفيء بعض الشيء، ولكن في معظم الأحيان بيكون بارد، في رياح عنيفة، في بعض العواصف الثلجية. واستضافت لهذا السبب الأولمبياد الشتوي من حوالي 10 سنوات، وفي كأس عالم لأحد الألعاب الشتوية استضيفت برضو في هذه المدينة. أهل المدينة دي معظمهم من الخارج. يعني إيه من الخارج؟ يعني من المدن المحيطة، لأن المدينة دي أصبح ليها خصوصية خاصة جدا، واللي يعيش فيها لازم يبقى ليه ستايل معين، لازم يشتغل في السياحة ولازم يكون حاله كويس. لكن لو حد حاله ضعيف، دخله ضعيف، صعب إن هو يعيش في مدينة زي دي. أقرب مدينة بيجي منها ناس كتير على مدينتنا مدينة أدلر، واللي فيها مطار أدلر اللي بيجي منه السياح وبيجوا بعدها على مدينتنا. مدينتنا النهاردة مش هعشمكوا كتير، اسمها سوتشي، مدينة سوتشي الشهيرة، أكيد ناس كتير تعرفها. مدينة سوتشي ليها تاريخ طويل وعريق، بطبيعة الحال شأنها شأن معظم مدن القوقاز. أقوام كتيرة عاشت فيها، وشعبها الأساسي كان من الأديج والأوبيخ، وهي كان اسمها قديما أوبيخيا، وكانت ضمن الإمبراطورية الشركسية القديمة الممتدة على طول البحر الأسود وممتدة في الباطن وفي الداخل الأراضي الشركسية أو الأراضي القوقازية. كان في عنصر من الخزر عاش فيها سنين، وفي هجمات من الخزر هجمتها واحتلت أماكن منها سوتشي، وبالإضافة لكده كان الاجتياح المنغولي اللي دمر الممالك الصليبية أو المسيحية اللي كانت موجودة على الساحل بتاع سوتشي وغيرها.
من الأماكن القريبة من سوتشي جالانجيك وأبخازيا. ناس كتيرة تعرف أبخازيا من الروس وغير الروس، وبيحبوا إن هم يقضوا أجازاتهم على الشواطئ الأبخازية أو في سوتشي. كمان في تاريخ إسلامي عريق للمدينة دي من أيام الدولة العثمانية، كانت هي حلقة الوصل ما بين التجارة في روسيا القيصرية والإمبراطورية العثمانية. القومية اللي عايشة دلوقتي في سوتشي معظمهم من الأديج والأبخاز وغيرهم من القوميات اللي عايشة هناك، ومنهم لا سيما لازم نلاقي الشيشان والداغستانيين أو نقول اللزجين واللاز والأفار. ونقدر نقول إن العنصر الروسي موجود بقوة في المدينة، بس يمكن لا يتجاوز 25%. ما ننساش نقول إن سوتشي شهدت حروب كتيرة وعنيفة، منها اجتياحات وتصفية عرقية كاملة، بابتداء من البيزنطيين وقبائل الجورج اللي هم من جمهورية جورجيا، وأخيرا كان الهجمات بتاعة الروس اللي أخضعوا منطقة الشركس كلها، منطقة القوقاز كلها، وكل القوميات دي بعد حروب دارية مدمرة شتتت معظم القوميات دي للأراضي المجاورة. وكان أقرب مكان يقدروا يروحوا ليه كان الدولة العثمانية وقتها، اللي كانت مهزومة وكانت بتستقبلهم رغما عنها. ولكن يدور الزمن وتعدي السنين ويرجعوا لأراضيهم تاني. نيجي للجزء الظريف في الموضوع، ان التركيبة السكانية اللي موجودة في سوتشي بتتيح تنوع ثقافي حضاري كبير جدا، ولغات كتيرة ممكن تسمعها في المنطقة دي من لغات الشعوب القومية المحلية او شعوب القوميات والدول بتاعة الاتحاد السوفيتي السابق زي اوزبكستان وطاجكستان وكازاخستان وغيرهم. التنوع الثقافي والحضاري اللي موجود في مدينة سوتشي بيخلي الفتيات من أهل سوتشي وأدلر والأماكن المحيطة بها عندهم قابلية كبيرة جدا وانفتاح على الثقافة العربية والإسلامية، لأنها مش بعيدة عنهم خالص. وفي عنصر شرقي أو عرق شرقي وعادات شرقية موجودة حتى عند الروس اللي عايشين في مدينة سوتشي، وده بيخليهم أكثر قابلية لتقبل الزواج من الأجانب لا سيما من العرب. عندهم تقبل كبير بطبيعة الحال على الأغاني والموسيقى الشرقية زي الموسيقى والأغاني الإيرانية والهندية والتركية في الصف الأول، وكذلك الأغاني العربية منها اللبناني ومنها المصري. أهل سوتشي للأسف يبان عليهم من الوهلة الأولى أنهم عنصريين، بيحبوا بلدهم قوي، بيحبوا ثقافتهم قوي، بيحبوا نفسهم قوي، لكن لو اديتهم وقتهم هيحبوك قوي. في حفظ الله، سلام عليكم.